انا اخش في الموضوع على طول. المبنى اللي ورايا ده هو مبنى الطوارئ اللي في المستشفى، وده المكان اللي انا عملت فيه اول غلطه ليا هنا في امريكا. شايفين التعويره دي؟ التعويره دي انا تعورتها لما كنت شغال في مطعم هنا في امريكا. اول ما جيت كنت بفتح زي علبه طحينه او مش فاكر، علبه كده كبيره سنيده على الرخامه، ماسك العلبه كده وماسك السكينه وبفتح، ففوت الغطا ونزلت على ايدي راحت مفتوحه. موقف بيحصل لاي حد في اي دوله في العالم، موقف طبيعي جدا. شغال بمقص، شغال بموش، شغال بالسكينه، شغال باي حاجه ممكن تتعور منه او يحصل لك حاجه. المهم استاذنت من صاحب الشغل وسالته اعمل ايه، قال لي طلع الطوارئ هناك هم يظبطوك. وبالفعل رحت عند الطوارئ، ظبطوني احسن استقبال. دخلت المكان نظيف جدا جدا، ناس بيستقبلوك مهتمين بيك، وقفوني النظيف. وبعدين جت كده ممرضه بكمبيوتر، جهاز كمبيوتر كبير كده، وخدت مني معلوماتي، اسمي الاول والاخير، رقمي، عنواني، رقم السوشيال سكيورتي بتاعي اللي هو زي الرقم القومي، كل المعلومات الخاصه بيا كعمر. وانا في اللحظه دي سالتها الفلوس كام، يعني التعويره اللي انتوا هتعملوها دي كام. قالت لي لا احنا لازم نعمل اول بروسيس لها، نشوف الدكتور هيكشف عليك ويشوف هنحتاج ايه، وهنكلفك بايه التكاليف كلها في الاخر. فانا قلت يعني انا هدفع بعد ما اتعالج، يعني ده اللي انا فهمته. قلت تمام زي الفل. بعدين في دماغي ان تعويره صغيره زي دي يعني 100 دولار 200 دولار حاجه زي كده، تمام. المهم بالفعل دخلت عند الدكتور وحط لي بنج وخيط لي ثلاث غرز. التعويره انتوا شايفينها دي اداني ثلاث غرز بالظبط. بعديها الحمد لله على السلامه وزي الفل، وخرجت بره قلت لهم ها الفلوس كام بقى؟ قالوا لي وي جانا ميل ات يو، هي ايه هيبعتها لي على البيت الفاتوره. قلت تمام زي الفل، يعني خلاص تمام يلا بينا. المهم بعديها استنيت شهر اتنين ثلاثة مفيش حاجة جات لي على الميل. فأنا في دماغي ومن تعودي كشخص مصري عربي قلت خلاص هم نسيوني، يعني هم أنا وقعت منهم أو حصل حاجة في السيستم وقعت. أبوس إيدي وش وظهر والدنيا زي الفل، والحمد لله أنا اتعالجت وفكيت كمان الغرز عندهم بعديها بأسبوعين ثلاثة مش فاكر المدة قد إيه، ولكن جيت فكيت وفكوها لي والدنيا كانت زي الفل. المهم بعد خمس شهور جالي جواب من المستشفى، فقلت دي أكيد الفاتورة خلاص، واستسلمت أمر الواقع وقلت إن هم ما نسيونيش ولا حاجة. فتحت ببص على المبلغ اللي عليا، لقيت المبلغ 3000 دولار، يعني لما اخذ كده الغرزه واقف عليا ب 1000 دولار. انا من الصدمه والله العظيم كنت فاكر ان الجواب غلط، يعني الجواب يعني 300 هم زودوا صفر زياده والكلام ده كله، فقلت ايه يعني 3000 دولار ليه يا عم، ده 3 غرز يعني كنت خطاها لنفسي انا لو عارف انه 3000. المهم كلمت المستشفى وسالتهم هل المبلغ ده حقيقي ولا هو 300 وانتوا بتهزروا او في زيرو زياده، قال لي لا انت عليك 3000 دولار، ولو عايز تنسق معانا بيمنت بلان يعني زي تقسط ال 3000 تقسط العلاج بتاعك، ان هي تدفع 300 او 400 في الشهر والدنيا تمشي بانترست ريت قليل، يعني مش فاكر زودوا لي يعني رقم زياده ب 3000 او 3100، رقم عبيط جدا جدا يعني مش زياده، يعني مش هدفع فوائد على الرقم ده كتير. طبعا قفلت معاهم وحلفت قسما بالله ما انا دافع 3000 دولار عشان ده سرقه. 3000 دولار ايه اللي خاطر الثلاث غرز؟ قلت مستحيل ادفع المبلغ ده، انا اصلا ما كانش معايا المبلغ ده ساعتها اللي هو 3000 اعمل اجيبهم منين دول. وضربت لهم الطرشه وقلت والله ما انا دافع. المستشفى كلمتني بعدها بشهرين، ها انت عليك كذا هتدفعهم ولا ايه؟ اقفل السكه في وشهم تاني تالت رابع، وفوت الفاتوره ونفضت لها. قبل ما اكمل لكم ايه اللي حصل بعد كده، عايز اقول لكم حاجه، ان اي مواطن امريكي هنا او اي حد عايش في امريكا بيبقى ليه حاجه اسمها تاريخ ائتماني او كريديت سكور. ده عباره عن كل الحاجات اللي انت اشتريتها قسيط او تاريخك الائتماني انت كعمر او انت كشخص، ايه انت كنت تدفع كل حاجه عليك، بتدفع كل الفواتير اللي عليك، الدنيا زي الفل. ولما انت بتتعامل مع اي شركه او بنك او عايز تشتري عربيه بيت او ايا يكن، الشركه اللي انت بتشتري منها او الحد اللي انت بتشتري منه ده بيبص على تاريخك قبل ما يبيع لك الحاجه بالتقسيط او ايا يكن. المهم عدى على موضوع الغرز سنه واحده بالظبط، وبعد طبعا ما انا عمال اكنسل مكالمات من المستشفى، جالي مكالمه من شركه غريبه بتقول ان انت عليك المبلغ ده للمستشفى الفلانيه، ولو ما دفعتوش احنا هنضطر ان احنا نبلغ شركه الكريديت ان انت عليها او الكريديت سكور بتاعك. فانا ما فهمتش الكلام ده، قلت لكم اعلى ما في خيركم اركبوه، وقفلت السكه مره واثنين وثلاثه في وشهم برضو. قلت ايه مش دافع اي حاجه، وطبعا هنا طبعا هنا ما فيش حبس، يعني انت لو ما دفعتش مش هتتحبس، لكن انا ما كنتش فاهم ايه اللي هيحصل. وانا تاريخي الائتماني كان ابيض كويس والدنيا زي الفل. المهم اكتشفت بعديها بعد السنه ونص ان في فاتوره نزلت على تاريخ الائتماني على انها علامه سيئه في الكريدت بتاعي. الناتج بقى من القصه دي كلها واللي هي اول غلطه ان انا طنشت للفواتير، ودي النصيحه الاولى، ان انت لو عليك اي فاتوره هنا ادفعها ايا يكن المبلغ، ادفعها تقسيط، اما حاجه ادفع اللي عليك ما تديش حاجه عليك، لانها لو حصل وراحت للكريدت اللي عليك او تاريخ الائتماني ده بيصعب عليك حياتك هنا تماما. عايز تشتري اي حاجه بتقل عليك الفوائد وسعرها بيقل عليك لانك انت تاريخك الائتماني مش كلير او في علامات خطا انت عملتها زمان او فواتير انت ما دفعتهاش او ايا يكن كل الكلام ده. فارجوك اي فاتوره عليك ادفعها او حاول تتفاوض ان انت تقللها، وهم هيبقوا فليكسبل معاك، يعني هيبقوا ايه
مرن كده في الموضوع. يعني مش هقول لك ادفع 3000، هي الاسئله لك 2000 ممكن انزلها 1000. انا شفت ناس هنا ب 500 $400 يقول هات اللي معاك وهنقسطهم كمان، 400 دول انت ممكن تقسطهم. فالموضوع سهل وبسيط، بس انت حاول ان انت ما تقفلش دماغك زي عندنا كده واعلى مفخرك اركبه وربنا ما دافع حاجه والكلام ده كله. لا، ادفع كل اللي عليك وحاول تقسطهم عشان خاطر ما تروحش في ده. قلنا لتاني مكان وتاني غلطه انا عملتها هنا في امريكا وما استغربش، ايوه هي حصلت في ماكدونالدز المطعم اللي كلنا عارفينه طبعا. كان جرا وان ماك تشيكن اوكي اند كان جرا ميديوم فرايز اني ثينج نو ثانك يو Thank you. ده ساندويتش ماك تشيكن وده ميديوم فرايز. الماك تشيكن ده عباره عن 2 عيش وسطيهم حته فرخه كده مدوره او مربعه ومحطوط عليهم خس ومايونيز، ودي ميديوم فرايز او بطاطس وسط اللي احنا عارفينها كلها، البطاطس بتاعت ماكدونالدز. سعر الحاجتين دول زي ما انتم شايفين $4.63. الساندوتش البطاطس دول فيهم من 800 ل 1000 كالوريز او سعره حراريه، وجسم الانسان الطبيعي بيحتاج من 2000 ل 2500 كالوريز او سعره حراريه. فلو انت اكلت الحاجتين دول انت حرفيا قربت انك تخلص نص السعرات الحراريه اللي انت محتاجها في يومك. الصوره اللي ظهر قدامكم دي، ده انا اول ما جيت امريكا اول سنه او اول سنتين اعتقد، ووقعت في تاني غلطه معانا وهي الفاست فود او الاكل السريع هنا. انا صحت ربنا اول ما جيت انبهرت بكميه المطاعم الجميله والاكل الجوسي والبرجر الجميل والبيتزات الاحجام العائليه، كل ما تشتهي الانفس موجود هنا، وزي ما شفتوا بسعر جميل جدا جدا. فابتديت ان انا ادوس في الاكل واكل اكل اكتر من اللي جسمي محتاجه، وكمان الاكل كله فاتي ومليان كالوريز زي ما انتم شايفين ومليان دهون وزيوت وحاجات اصلا مضره بجسمك بطريقه رهيبه، وابتديت فعلا انا ادب في الكلام ده كله لحد ما وصلت للمرحله دي. لا وكمان كنت بستغرب اول ما جيت هنا ان شايف ناس تخان باحجام رهيبه. يعني التخن عندنا او الناس اللي وزنهم زياده شويه في مصر عندنا بالنسبه لهم ولا حاجه، ده مش تخن. الاحجام اللي انا بشوفها هنا نو اوفنس طبعا للناس دي، يعني مفيش، انا ما اقصدش اغلط في اي حد هنا او في الوزن والكلام ده كله، ولكن الناس اللي عندنا ان هم وزنهم بنقول عليهم كتير شويه، دول ولا حاجه، دول ريشه بالنسبه للناس اللي هنا. وانا بقى كنت متفاجئ بقول ايه ده، مين ايه ده، ازاي يا جدعان، ازاي بيوصلوا للمرحله دي؟ ولكن بعدين اكتشفت وعرفت هم ليه وصلوا الحاجات دي من كتر الاكل الفاست فود اللي بره اللي مليان فات واويلز ومليان حاجات كتيره جدا جدا جدا. ولكن انا جبالكم على بلاطه، انا في مصر لما كنت ابقى مقشفر مكحرت معيش اي فلوس نهائي، كنت بمشي حالي عن طريق ان انا مثلا اجيب اعمل مثلا بصل بقوطه، اجيب شويه مثلا ب 2 جنيه فول زياده طحينه وطعميتين او 3 طعميات وبجنيه عيش رغيفين او 4 ترغيفه، واقعد اكل وبتكبر والدنيا تبقى زي الفل والاكله كلها اصلا ما بتكلفنيش 5 جنيه. انما هنا لما بتبقى مكحرت ومقشر ومعكش اي فلوس نهائي وعايز تمشي حالك باي طريقه، بتجيب ماكدونالدز ارخص حاجه ممكن تجيبها هنا، ده اكل فقراء يعني هجيبه ب $4 و$5 زي ما انتم شايفين. جبت سندوتش وجبت بطاطس واشرب معاه ازازه ميه والدنيا تبقى زي الفل. فانا اتكلفت يعني في مصر 5 جنيه جابت لي اكل برده تمشيت حلو كده، وهنا بال 5 جنيه اللي صوتها بقت $5 جبت الاكل اللي انتم شفتوه ده. وانا بالنسبه لي السندوتش والبطاطس اللي انتم شفتوهم دول بالنسبه لي تسليك زور. انا بسخن، انا اقل حاجه بيجي مثلا سندوتشين مع لارج فرايز اللي هو البطاطس مع كنت بشرب ساعتها بيبسي مع 6 بيس ماك ناجتس، بجيب 6 قطع اللي هي الناجتس او الحاجات الصغيره قطع الفراخ الصغيره اللي شبه اللي بتحطها في الصوص وتاكلها دي. فعرفيا كنت بخلص السعرات الحراريه بتاعتي في قعده واحده بس اللي هو وجبه واحده، لسه في 4 وجبات زيهم كانوا بيتاكلوا في اليوم. فتاني غلطه اوعى تقع فيها لما تيجي هنا هو انك تكتر من الاكل ده كل مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، 3 في الاسبوع، لكن بعقل شويه وايه ويروق على حاله. وطبعا انا مش هاكلهم، فتعالوا نديهم لاي حد غلبان في الشارع هنا ياكلهم وايه ويروق على حاله. Here we go man. It's a fries and a sandwich. Thank you man. You're welcome. Be safe. ثالث غلطة معانا، وهي مش غلطة على قد ما هي قضاء وقدر، ولكن بيبقى فيها نسبة تقصير مني، وهي اللي ظهر قدامكم ده، الحوادث او انك تعمل حادثة عربية هنا في امريكا. عشان تبقى قارين الصورة معايا، انت عشان تسوق العربية لازم يكون على عربية تأمين، ده الزامي. هتشتري عربية وتسوقها ويبقى معاك رخصة قيادة، لازم العربية يبقى متأمن عليها انشور. ما يفرقش بقى نوع التأمين، سواء تأمين للعربية اللي انت خبطتها او لكله. يعني لو انت عملت حادثة وليكن انتوا الاتنين خبطتوا ببعض وانت اللي غلطان، شركة التأمين تصلح لك عربيتك حتى لو غلطان وتصلح للشخص انت خبطته. ولكن لو عايز خيار ارخص ممكن تعمل ان شركه التامين اللي انت بتدفع لها تدفع للشخص اللي انت خبطته بس، انما انت ما تدفعلكش اي حاجه او تصلحها على حسابك. فالمشكله مش في كل ده، المشكله ان انت لما بتعمل حادثه بيبقى حاجتين، يا انت غلطان يا انت مش غلطان. الميزه في لو انت مش غلطان ان انت بيتم تعويضك بفلوس للاضرار الجسمانيه بتاعتك، وكمان تصليح عربيتك كامله او يدفعوا لك حق العربيه لو العربيه حصل لها توتال لوس او يعني العربية بتقتش تنفع. اما الخيار التاني ان انت لا تبقى غلطان، فعلى حسب النوع اللي احنا اتكلمنا عليه، لو عامل النوع على العربيتين فهيصلحوا لك العربيتين دي زي الفل، ولو انت عامل على العربية اللي انت خبطتها بس فهيصلحوا العربية اللي انت خبطتها بس. المشكلة بقى مش في كل ده، المشكلة اللي بيحصل بعد الحادثة. اللي بيحصل بعد الحادثة ان الشركة التأمين بترفع عليك سعر التأمين، او شركة الانشورنس دي بتدفع عليك الفلوس
بمبلغ خرافي، بيدفعوا عليك مثلا 70 80 دولار زياده على الماركت اللي كنت بتدفعه، وعلى حسب سنك، لو انت تحت ال 25 غير لو انت فوق ال 25. فانا مثلا شخص عندي 21 سنه، عملت حادثه او اتنين، وانا من اول ما جيت امريكا عملت 3 حوادث، منهم حادثه كانت كبيره شويه ولكن الحمد لله ما كنتش غلطان فيها، او يعني انا كنت غلطان سنه ولكن عشان تسرعت، ولكن القانون قال ان عمر مش غلطان، فالحمد لله شكرا لله تم تعويضي بكل حاجه. ولكن العيب انا بقول لكم عليه ان انت بتدفع 150 دولار مثلا تامين العربيه، عملت حادثه اتنين هيزيد يبقى 200 250، اسعار فلكيه عشان خاطر انت عملت حادثه. فكل ما بتعمل حوادث انت عمال تدفع فلوس زياده، اه هيدفعوا لك والدنيا تبقى زي الفل حتى لو في بعض المشاكل البسيطه، لكن انت السعر عمال يزيد عليك انك بتدفع فلوس زياده شهريا للتامين. فدي غلطه اوعى تقع فيها وانت سايق، ركز خلي عينيك وسط راسك وركز، وخليك دايما متوقع زي ما بيقولوا كده ان اللي سايق قدامك مجنون عبيط اهبل، توقع منه ان هو اللي هيغلط، اه هو جاي كده انا ببطئ شويه عشان لو عمل الحركه الفلانيه انا اعرف اتفاداها بالحته الفلانيه. ركز في السواقه بس، ما تمسكش الموبايل زي ما انا كنت بعمل، ما تسرعش عشان هتاخد تيكتات وهتعمل حوادث، فهي جايه عليك بخراب. فبالراحه كده، والواحد ما بيتعلمش الدرس بالسهل الصراحه، لازم يقع مره واثنين وثلاثه عشان خاطر يفوق ويقول ايه بس كفايه كده. رابع غلطه انا وقعت فيها، وغلطه دي صراحه ربنا بتنرفزني جدا جدا جدا، ان وقتك ليه قيمه، وقتك اللي انت بتشتغل فيه ده ليه قيمه. انا بتكلم عن الشغل خصيصا، ان انت في وقتك في الشغل ليه قيمه محدده وليه قيمه على حسب ما انت بتقدرها. انا اول ما جيت اشتغلت شغلانات كان بيدفع لي فيها مبلغ عبيط جدا جدا جدا، وعلى الجنب الاخر الناس اللي بتشتغل اصلا نفس الشغلانه ونفس الحاجات بياخدوا، انا على سبيل المثال انا كنت باخد مثلا 7 دولار على الشغلانه دي، والدفع الطبيعي ليها للشغلانه اللي كنت بشتغلها دي 15 دولار، ففي جاب حرفيا نص المبلغ طار عشان انا مش فاهم قيمه وقتي، ومش فاهم ان ده ان الشغلانه دي كذا وكذا وكذا. وعلى قد ما انا استفدت من الشغلانه دي والمكان اللي انا كنت شغال فيه، ولكن صاحب الشغل كان بيستغل النقطه دي انه بيدفع قليل وبشتغل شغل حمير من الاخر، يعني شغل صعب جدا جدا، بشتغل في كذا مكان كمان في المكان اللي كنت شغال فيه، وبيدفع لي مبلغ عبيط جدا جدا مقارنه بناس ثانيه شغاله نفس الشغل بتاعي. فلازم لما تشتغل في مكان تبقى فاهم البوزيشن اللي انت شغال فيه والدفع المقدر ليه، او الدفع اللي المفروض يدفع لك ليه، ما تشتغلش كده بالحب وخد دي ومرضي والحمد لله الشغل الله يرضى بليلي والكلام ده كله، ما ينفعش. لا، انت وقتك بفلوس، انت بتشتغل هنا وشغلك بيكسب صاحب الشغل ده فلوس، فانت ليك حق ان تدفع لك المبلغ اللي كل الناس حواليك بتاخد نفس المبلغ. تحاول انك تقدر وقتك وتعرف قيمه وقتك بكام بالظبط، وما تقعش الغلطه دي اللي انا وقعت فيها، اللي انا كنت قعدت فتره كبيره جدا شغال بمبلغ عبيط جدا جدا مقارنه ان انا كنت ممكن اشتغل شغلانات ثانيه واعمل فلوس احسن. فالواحد برده ما بيتعلمش بالسهل زي ما قلنا، زي موضوع السواقه ما بيتعلمش ببلاش، والواحد بيفهم. وبحاول ان انا اقول الغلطات دي لعل وعسى اي حد يتفرج في اي دوله، مش لازم امريكا بس، ان شاء الله حتى في مصر، في السعوديه، الامارات، اي حته مش بس دول الغرب او امريكا الشماليه والكلام ده كله، في اي حته قدر وقتك وما تقعش غلطه. خامس واخر غلطه معانا، ان انت ما تبقاش عامل فولو واشتراك للقناه او للصفحه على الفيسبوك. انا طبعا بهزر، مفيش الكلام ده كله. خامس غلطه انا هسيبها ليك، لاي حد كان عايش في الغربه متغرب في اي دوله في العالم وقع في غلطه معانا، لو سمحت انزل تحت في الكومنت اكتبها عشان كل الناس اللي تتفرج تقرا كل الغلطات اللي انت هتكتبوها بامر الله، ويتعلموا منها برضو ويستفادوا. يا رب تكون استفدت من الفيديو. انا عارف ان غلطاتي عبيطه شويه، ولكن فعلا لو بصيت لها كده هتلاقي ان الغلطات دي بتاثر عليك في حياتك، فحاول انك ما تقعش فيها. وما تنساش انك تطلع على الانستجرام وتعمل لي فولو، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناه ودوس على زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد، واعمل لايك للفيديو ده اهم حاجه. حتى لو انت على الفيسبوك اعمل لايك للفيديو، وخش على الصفحه من جوه واعمل فولو للصفحه واتفرج على المحتوى امر الله يعجبك. والحمد لله انا مبسوط باداء الفيديوهات سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك الفتره دي، فبجد انتوا عاملين معايا واجب جميل جدا جدا جدا، فشكرا جدا ليك، وبامر الله اشوفكم في فيديو جاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك، اعمل لايك، عندي استاذ لي لبسني وادي ده المايك، الاوفر سايز اوفر.